أعلنت شركة مرسيدس أسعار سيارتها المخصصة للأراضي الوعرة جي 6 اي 36 مولتبلاي 6 اي ام جي، حيث تبدأ أسعار سيارة البيك أب ذات ثلاثة محاور من 2.4 مليون ريال سعودي. وبالتالي فإن هذه السيارة التي يبلغ وزنها حوالي 4 أطنان تعتبر أغلى سيارة تحمل شعار النجمة الألمانية. وقالت شركة مرسيدس أن سيارتها جي 6 اي 3 تعتبر الإصدار الطويل من السيارة الصندوقية ثنائية المحاور من الفئة جي، والتي خصصتها مرسيدس للأراضي الوعرة، والتي يتم إنتاجها ضمن باقة الموديلات القياسية منذ 34 عاما. وتعتمد هذه السيارة على محور دفع مزدوج في الخلف مستمد من الإصدار 6 مولتبلاي 6 الذي أثبت جدارته واعتماديته لدى المستخدمين مثل الجيش الإسترالي. ويتولى مهمة دفع سيارة الأراضي الوعرة محرك ذو 8 أسطوانات معدل من قبل شركة اي ام جي التابعة لشركة مرسيدس، ويتم توزيع قوة الدفع ما بين المحور الأمامي والمحور الخلفي لضمان تمتع السيارة بأقصى قدر على الجر. وتشمل باقي التجهيزات على نقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات يقوم بنقل قوة المحرك التي تبلغ 544 حصانا إلى العجلات. ولضمان توافر البنزين للمحرك المزود بشاحن تيربو في المناطق النائية، قامت شركة مرسيدس الألمانية بتجهيز سيارتها بخزان وقود إضافي سعته 63 لترا إلى جانب خزان الوقود القياسي وهو الأساسي الذي يحتوي على 96 لترا من الوقود. وبالتالي تبلغ السعة الإجمالية للخزانات الموجودة في السيارة 159 لترا. وظهرت سيارة مرسيدس جي 6 اي 3 و 6 مولتبلاي 6 اي ام جي المخصصة لسوق الشرق الاوسط للمرة الثانية على التوالي في السعودية، وبالتحديد في مدينة الرياض. ويظل السؤال المطروح لشركة مرسيدس، هل ستنجح سيارتها هذه في الشرق الاوسط ام ستفشل؟ التعليق لكم. وليد الحميدي، المربع نت.